السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا فيديو جيش لاستعراض الجيش المصري جيش بلدي. مجاهد جنب الفيديو عودناك تشترك في القناة نص الف مشترك واضغط لايك نص امر عاد معنا يكون. ويلا نبدأ الفيديو. بدينا الفيديو في اول مشهد استعراض القوات المصرية الدبابات ومقاتلات المدرعات استعراض لحامية الطائرات للجنود رافعين على مصر طبعا على بلدي وافتخر اني مصري ونطين من الطيارة نطوم دي بيضربوا على اهداف حية تدريبات وكده بس الطائرات عشان يعني دي كمان فيديو الاستعراضي عن جيش الغواصات المدافع بينزلوا من طيارات وعاملين شكل زي مثلث وسط شارع على مصر دي الطائرات بدون طيار واو شوف الصواريخ عامل ازاي واو بعصفة الصواريخ من الانشاءات البحرية ومسك الـ AKM بنضم الباراشوت السلاح الجوي السلاح الجوي طائرات الرفار الأهرامات واو بس استعراض المدفعية أكتر حاجة طائرات المدفعية واو شوف الغواصة شوف السفينة عاملة ازاي صوتها بس لبس أبيض واقفين عليها طيارات ايات الاستعراض الدبابات الصواريخ اللانشات اللانشات الصواريخ دفعات البرشوت اللي بنط من الطيارة وفتحوا برشوت ونزل وصل وعربيهم ازاش ينزلوا كده واو اللانشات للصواريخ الار بي جي القوات الخاصة طائرات مدن وكده الأماكن الاقتصادية الطيارات الحربية بتمر عليها عشان ايه في عداية ولا بتاع يمكن الصواريخ الرادار فيها طيارة معدية مثلا الأعداء بتروح ترجعها على طول دي طيارة جمال عبد الناصر حامل الطائرات الدبابات عمالة تضرب هي المدرعات الدبابة الطائرات مراحات الهليكوبتر واو دي برضه الطيارات الرفار شيء أكتر حاجة الناس هي بتنضرب بس البراشوت عامل ازاي واو هو ده جيشنا العاشر على العالم هو العاشر على العالم أقوى جيش في المنطقة العربية أقوى جيش في المنطقة العربية كلها ودي برضه ويجي سينا مكافحة الإرهاب يجي سينا مكافحة الإرهاب بص بخ على طول داعش دي برضو ايه السفينة الحربية الفرقاطة دي طيارات تدريب دي الرادار برضو عمليات اقلاع دي بتضرب القوات الصاعقة القوات البحرية القوات البحرية عم يسوي الدبابة تطلق هو على طول دي بيضربوا الأعداء بتوع داعش بيضربوهم ودي الدبابة بتعمل الطائرات المروحية الجيش المصري ده الجيش المصري ده يعني شوف اللي بيخش على اي اسرائيل دي فرتكها في ثانية ها مش عارف مش عايز يخشوا ليه يحاربوا ارض فلسطين مش عارف ليه ودي برضه اللانشات البحرية دي طالعين بقى على الطيارات عشان مأموريات دي برضه الطائرات الرفار طائرات دي بتاعت الغواصات السعرات الجي ام دي صواريخ عشان مثلا في طيارة من الأعداء ومش عارفينها الصواريخ دي بيطلع يفرتكها في ثانية بيطلع يفرتكها في ثانية دي لانشات برضو عشان ايه ده في لانش مثلا من الأعداء بيطاردوه كده مناورات تدريبات لأماكن اقتصادية نبص تدريبات كم واحد سبعة عدد بعدين ورا اللانشات الحربية الطائرات برضو اللي بتشيل ناس اللي بتحملهم مثلا من قاعدة وقاعدة هي دي كده عن وظيفتها كده دي بتاعت الصواريخ واو تضرب صواريخ ازاي بيخش 50 كيلو الصواريخ دي بيمشي فاهم ازاي دي برضو بتضرب الطائرات دي سلاح الدفاع الجوي برضو نزل اسلحة عامل ازاي واو بص السعرات الخريجين المكتبات الحربية
الصف شوف السعرات هاي في الفرقاطة على الناس اللي لابسين بقى أبيض الخيط على الاسمي حتى على الأبيض وبرضه ده دي برضه السلاح الدفاع الجوي دي بص عشان الطيارة من الأعداء الصواريخ بتخش ايه بتروح في ارتكاب ثانية بتروح في ارتكاب ثانية بص دي برضه واو بص أما اللي هو بيعملوا الدبابات الدبابات برضو يبقى هم بس المأمورات يعملوها ازاي وكده يكون مثلا ايه يخشوا من الناحية اليمين دي قبل المأمورية ما يعملوا دي بتبص فوق الطيارة وعملوا عملية اللي هم ازاي ينقضوا على الناس في مركب في السكة كل الاشتراك نص الى 1000 مشترك وتضغط لايك نص الى اكبر عدد لايكات ومع السلامة.